لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ما رأيهم احتفال بحد ما لهم علاقة. لا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، فالمنايا بالأمان تترصد. واغتنم ذا العمر في دنياك، واسعى لنعيم الخلد ذي القصر المشيد. ولحور ولقد فاز بها كل من صلى على الهادي محمد. يقول ويصيح ويصيح مدحنا لغيركم ما يطيب، والله مدحنا لغيركم ما يطيب. ويصيح ومثلكم من وجد بالكون، والله ويصيح على حبكم دليل ينام. ويصيح يا قادتنا يا أطهار البرية. اللهم صل على محمد وآله. يقول يلتعتب علينا شلون نهوى الحيدر الكرة، يلتعتب علينا شلون نهوى الحيدر الكرار. هذا السيف يجدح نار، هذا القائد المغوار، هذا بالحرب كرار مو مثل البعض، والله هذا بالحرب كرار مو مثل البعض. فرار هذا ما يرد خطار، هذا الثار بيد الباري. لا تعتب هذا العطرة كان قداح من كيلومتر يجذب، والله هذا العطرة كان قداح من كيلومتر يجذب. هذا الشمس تشرق على الأرض كل يوم، ينساق العرش تغريب. هذا الأول وهيهات ثاني يصير، لا تحتار. راح اسأل اخوتي هنا واسمع، اسمع عمي لا تحتار، اسمع بويا لا تحتار. منه البيدا عقب الدار حيدر حيدر الكر، منه البيدا عقب الدار حيدر حيدر الكر. منه البيدا باب النار حيدر حيدر الكر. منه السيف ذو الفقار حيدر حيدر الكر. منه الما يرد خطا حيدر حيدر الكر. منه بالحرب كرر حيدر حيدر الكر. منه الخواه المختار حيدر حيدر. منه تحبه الاحرار حيدر حيدر الكر. منه بالجنان الجار حيدر الكر. منه يعرف الجبار حيدر الكر. منه قاتل الفجار اي. منه المثل بد ما صار حيدر الكرار. اي منه زوج الجبار بنت المصطفى المختار حيدر حيدر الكرار. اي حيدر حيدر الكرار حيدر حيدر الكرار. لا تحتار لا تحتار حيدر بيد جنة ونار بويا لا تحتار. من حسين السيد زكي الياسري يقول تجلبيك يا ابو الحمل نوايبنا، والله يا ابو الحمل نوايبنا تجلبيك واشوف ان قدرة الباري. تجلبيك غيور وغيرتك دايم، تجلبيك تغيث الاندبك حامل حمية. الله صل على محمد وآل محمد. يقول انت منى وانت منى يا حيدر انت نعمة، وانت منى
لك يرجع أصلنا وانت منه نترجى يا غالي وانت منا شربا من المياه الكايا يا وثري يا صلوات يا حمام المريم قبة الإمام يا حمام المريم قبة الإمام مني خذ للمرتضى أحلى سلام مني خذ للمرتضى أحلى سلام يا حمام المريم قبة الإمام يا حمام المريم قبة الإمام مني خذ للمرتضى أحلى سلام مني خذ للمرتضى أحلى سلام يا حمام احمل سلامي للحبيب من محب قضى العمر كله غريب علي حبك علتي وانت الطبيب علي حبك علتي وانت الطبيب ابقى بيك انت ايام وبيك الهيام مني خذ مني خذ للمرتضى احلى سلام مني خذ للمرتضى احلى سلام حب ابو الحسن انفر ضمن الاله حب ابو الحسن ينفر ضمن الاله عالموالد كل وقت مثل الصلاه عالموالد كل وقت مثل الصلاه صهر طه مصطفى وحامل لواء باكر على الحب بس بيد الزمان من نخذ للمرتضى احلى سلام من نخذ للمرتضى انت مني مثل هارون اللي كان ويا موسى السند والعز والامان ذخرت لو غدر بي الزمان وسلط على الدين سيفه والسهام مني خذ للمرتضى احلى سلام اي مني خذ للمرتضى احلى سلام للعلم باب المدينة من الرسول لا نضب علم ولا نادى الذبول لا نضب علم ولا نال الذبول حارت بعلم ابو الحسنين العقول حارت بعلم ابو الحسنين العقول راية يبقى بكل علم فصل الكلام راية يبقى بكل علم فصل الكلام مني خذ للمرتضى أحلى سلام مني خذ للمرتضى إلى خادم الحسين الشيخ حيدر حسين البصري يبقى ذو الفقار سيف على الطغاة طاهر مطهر جمع كل الصفات دوم نبقى ندين لبهاي الحياة طهر الإسلام بجفوف الهمام مني خذ للمرتضى أحلى سلام مني خذ للمرتضى أحلى سلام إيه على جنح الريح أبعث لك سلام بيك ألهج في صحوتي وفي المنام يميز الطيبين حبك واللئام يميز الطيبين حبك واللئام واللي يبغضك إلى من رب الذمام واللي يبغضك إلى من رب الذمام مني خذ للمرتضى أحلى سلام مني خذ للمرتضى أحلى سلام يقول علي حبك واصل الحد النخاع وكل نخاع اللي حبك ما خسر علي مو واحد بطل بس وشجاع وسيف غيم الدم على اعداء مطر علي صنوان العقيده بلا نزاع علي دين الله بعلي توسع كبر علي مبدا يجي من بعد اقتناع واللي امن بيه عد الله ظفر علي مبدا يجي من بعد
واللي آمن بيه عد الله ظفار علي كوكب علي كوكب وأم حف بيه الشجاع الشعاع ومن شعاعه حيط الكعبة انفطر علي نوره وما طفى ونور الرعاع والله كل الخالفك حيدر كفر والله كل الخالفك حيدر كفر انت سيف الله ليرد بالصاع صاع وانت واحد ما عليه واحد جسر لا فتى الا علي جبريل ذاع وبدر طر سيفك الهامات طر يا علي حبك علي حبي الك خير المتاع والولاية الحاجز بيني وسقار حسك احساسي وانا بدور الرضا وانجبل طين على حبك وانفطر واللي والاك وترك كل انتفاع فاز بالذات بالجنة استقر ويا طه واهل بيت الاجتماع هناك يسكن يا نعيم ذاك المقار صلوات قلبي ناداك علي طبعا كل على امير المؤمنين ذكر امير المؤمنين عباده قلبي ناداك علي للموت وياك علي قلبي ناداك علي للموت وياك علي 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 يا علي ما عدنا غير علي علي يا علي ما عدنا غيرك ولي قلبي ناداك علي للموت وياك علي قلبي ناداك علي للموت وياك علي 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 يا علي ما عدنا اي ما شاء الله علي علي يا علي ما عدنا غيرك ولي اي قلبي ناداك علي للموت وياك علي قلبي ناداك علي للموت وياك علي 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 يا علي ما عدنا غيرك اي والله علي علي يا علي اسمك دليل يديك يا احلى نغمه عشيك باسمك دليل يديك يا احلى نغمه عشيك بك المحب مبتلي علي علي يا علي بك المحب مبتلي علي علي روحي تهواك علي والعمر يفداك علي روحي تهواك علي والعمر يفداك علي 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 يا علي ما عدنا غير اي والله علي علي يا علي ما عدنا غير يا اغلى من العمر حبك فريضة وامر يا اغلى من العمر حبك فريضة وامر ما شفنا مثلك ولي علي علي يا علي ما شفنا مثلك ولي علي علي يا علي ربي سماك علي بالفضل علاك علي ربي سماك علي بالفضل علاك علي 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 يا علي ما عدنا غيرك ولي يا نقطة البسملة والكتب المنزلة يا نقطة البسملة والكتب المنزلة يا مهجتي رتلي علي علي يا علي يا مهجتي رتلي علي علي يا علي إيه
السحر معناك علي خل تذكر عداك علي السحر معناك علي خل تذكر عداك علي 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 يا علي ما عدنا غيرك ولي علي علي يا علي ما عدنا غيرك ولي علي علي يا علي ما عدنا غيرك ولي قلبي ناداك علي للموت وياك علي قلبي ناداك علي للموت وياك علي علي يا علي ما عدنا غيرك ولي علي علي يا علي ما عدنا غيرك ولي علي علي لا ماني بغرامي وبشوقي وهيامي قلت لهم امامي علي 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 لا ماني بغرامي وبشوقي وهيامي قلت لهم امامي علي 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 يا ماني بغرامي وبشوقي وهيامي قلت لهم وحدة قلت لهم إمامي علي 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 من الأزل معتني هالاسم يا علي من الأزل معتني هالاسم يا علي على الوجود بحسن مرتسم واصبحي لها العوالم حلم وبسم العاشق اصبح نجم فكر الدنيا هايم يا لاسمك طلاسم يا سر العوالم علي 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 فكر الدنيا هايم يا لاسمك طلاسم يا سر العوالم علي 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 انت حب الدليل انكتب انت حب الدليل انكتب انت حب الدليل انكتب اعشقك لو اشوف التعب لو اشوف بغرام العجب ما يهزني ملامي وتعب ما يهبني اللي عاتب حبك يبقى غالب للي ينشد اجاوب علي 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 ما يهمني اللي عاتب حبك يبقى غالب للي ينشد اجاوب علي 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 خلي يقول بغرامي كفر خلي يقول بغرامي كفر خلي يقول الغالي خلي يسمع خلي يقول بغرامي كفر خلي يقول ومغاليش كثر خلي يقول ومغاليش كثر يعرفوا تالي الامر القبر يعرفوا تالي الامر بالقبر والوعد يبقى يوم الحشر والبعد والوعد يبقى يوم الحشر يا ذخري بحياتي تحضرني بمماتي وبحبك نجاتي علي 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 يا ذخري بحياتي تحضرني بمماتي وبحبك نجاتي علي 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 من يناشدني خل أخبره عن سبب عشقي الحيدرة حيدر اللي الإله طهره من الرجس واجتباع الورى بيت الله انولد والكعبة له مهد والكون صاح وشهد علي 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 والبيت الله انولد والكعبة له مهد والكون صاح وشهد علي 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 يا من بعزمه هد الجهل يا من بعزمه هد الجهل من بدر ليما يوم الجمال من بدر ليما يوم الجمال داحي خيبر يا أعظم بطل بيمنتك كان يحوم الأجل بن ود ولا مرحب يا هو حال أصعب جفت نار للهب جفت نار تلهب علي 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 منه غيرك أبو للقيم هو غيرك أبو للقيم
القيم علي. يا منار البشر بالظلم علمك أصبح سراج الأمم علي. يا نور وتلاله على الدنيا بجماله كل معنى الجلاله علي 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 الموال اختم بي ان شاء الله واسألكم الدعاء. حبك علي مو بالقلب هو القلب وعلومه منت اليقين بالشرع ما بينقص وزيادة والقالة نعوفك كذب خل تحفظ المعلومة هم سمعت بهاي البشر واحد يعوف الفادة ثابت وحقك ثابت وحق ثبتك مو بالغدير ويومه من كون الكون وجعل بيكم تقوم أوتادة والرايد بكل العمر توصل صلاة وصومة يصلي على طه وعترته وبيهم ينول مراده صلوات إن شاء الله. حاجاتنا وإياكم مرضية بأمير حق أمير المؤمنين وكل عام وأنتم بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثين عن حب الإمام علي عليه السلام. الأول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاية علي بن أبي طالب ولاية الله وحبه عبادة الله واتباعه فريضة الله وأولياؤه أولياء الله وأعداؤه أعداء الله وحربه حرب الله وسلمه سلم الله عز وجل. أما الحديث الثاني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار. صل على محمد وآل محمد. أما الآن فمع مسك الختام مع كلمة للشيخ الباقري يتفضل ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. على محبة الحسن والحسين ثانية. تعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ثالثة. اللهم صل على محمد. إجاء دوري وأنتم تعبوني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. أتقدم بأسمعيات التهاني والتبريكات إلى مولانا وسيدنا صاحب العصر والزمان وإليكم أيها الإخوة والأخوات بهذه المناسبة مناسبة العيد الأضحى المبارك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى حكيم ويكون أفعاله على الحكمة منها تعيين بعض الأيام من السنة بعنوان العيد وأمر الناس بتوقير ذلك اليوم
واحترامه، فقد قرر لهذه الأيام أعمالا خاصة كالغسل والصلاة والصدقة وأمثال ذلك. هنا كلام أنه لماذا جعل هذه الأيام مثلا هذا اليوم يوم الأضحى عيدا للمسلمين ويطلق عليه بأيام الله وذكرهم بأيام الله؟ وجه الاشتراك في جميع ذلك المناسبات هو أنه قد وقع عمل خالص لله سبحانه وتعالى من عبد من عباده المخلصين، فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بأن نأخذها بعين الاعتبار ونجعلها كأسوة في حياتنا. هذا اليوم يعني يوم الأضحى وقع فيه عمل خالص من عبد مخلص، وهو عمل إبراهيم عليه السلام، حيث امتثل بأمر الله سبحانه وتعالى وأخذ بيد ابنه إسماعيل وجاء به إلى منى. هذا المنى لا يكون محل ذبح إسماعيل، بل يكون محل ذبح إسماعيلية الإسماعيل من قلب إبراهيم بعد أن رزقه الله في كبر سنه ولد مثل إسماعيل، حيث أنه هو إبراهيم كسر الأصنام كلها. هذا الصنم من الأصنام، إذا يكون التعلق إلى الولد في قلب الإنسان يجب أن يكسر هذا الصنم أيضا من قلبه، فلذا أمره بالذبح. وهذا امتحان من الله، وهو ناجح في هذا الامتحان، كما أن ابنه إسماعيل أيضا ناجح. ولما أسلم، يعني هم أب وهم ابن، أسلم وتله للجبين، ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. حيث هذا الابن ابن حليم، كما في آية الشريفة أن إبراهيم لما طلب من الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات آية المئة، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. هذا غلام حليم، أي حلم لما بلغه أني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابر. وهذا نقطة مهمة في هذا الآية الشريفة، أنه لماذا تله للجبين، يعني حين يريد أن يذبحه وزع الوجه إسماعيل على التراب. بعض يقولون أنه حيث لا يكون مواجه للطفل في صورة الطفل لما يريد أن يذبحه، حتى لا يأخذه ما أخذ الإبن أب بالنسبة إلى الإب، يعني حتى لا يكون شيء. بعض العرفاء يقولون أنه لا، يعني هو مشى من هذه المرحلة
أنه هذا العمل حيث يكون عمل عبادي هم إبراهيم هم إسماعيل في بعض الرواية أنه طلب من الإسماعيل من إسماعيل إسماعيل طلب من أبيه أنه يجعل صورته أو جبهته على الأرض هو يريد اتيان بهذا العمل العبادي على صورة السجدة لله سبحانه وتعالى وهو أقرب حالات من العبد إلى الله سبحانه وتعالى هم إبراهيم حليم هم ابنه إن إبراهيم لأبواه حليم هنا فبشرناه بغلام حليم وفي رواية أنه في ذلك الوقت كان ابن 13 سنين هذا إسماعيل وفي هذا الرواية أنه تلك البلية بلية كبيرة بالنسبة إلى الأب بالنسبة إلى الابن في زيل هذه الآية الشريفة هذه الرواية كلمات كثيرة في هذا المجال هذا رواية من الروايات أنه رأى إبراهيم ليلة التروية يعني ليلة 8 من ذي الحجة في منامه أنه قائلا يقول له إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا فلما أصبح تروى تروى يعني تتفكر في ذلك من الصباح إلى الرواح أمن الله هذا الحلم أم حلم أم من الشيطان فلذا سمي هذا اليوم يوم التروية تروى لأنه تفكر سمي هذا اليوم يوم الثمانية يوم التروية ليلة التاسعة كرر هذا المنام فلما رأى مثل ذلك عرف أنه من الله أما أصبح يعني يوم تاسع من ذي حجة عرف أنه من الله لذا سمي يوم التاسع بيوم عرفة وكرر هذا النوم في الليلة العاشرة فبدأ بالنحر وبدأ بهذا العمل إلهي بالنسبة إلى ابنه إسماعيل يوم العاشر فلذا سمي بيوم النحر يوم قربان هذا عمل عبادي من هذا العبد المخلص يكون كأسرة يعني التعلق بأي شيء سوى الله سبحانه وتعالى لازم أن يذبح وأن يقطع من القلب التعلق بالابن المحبة نعم فلذا جميع الأنبياء كانوا يحبون أولادهم الأئمة عليهم السلام يحبون أولادهم بشدة الحب ولكن العلقة والتعلق في مقابل الله سبحانه وتعالى فلا بالنسبة إلى الأهل بالنسبة إلى الأولاد بالنسبة إلى المقام بالنسبة إلى الرياسة بالنسبة إلى فلوس بالنسبة إلى أي شيء هذا درس في يوم النحر وفي يوم الذبح وفي يوم الأضحى يعني قطع التعلقات أي تعلق نفسانية من القلب هذا درس يوم قربان يوم أضحى يوم النحر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا الدرس من هذا اليوم العظيم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله وسلم ذخرا وشرفا وكرامة في الختام أنقل لكم رواية من كتاب
الخصال الصدوق أعلى الله مقامه الشريف هو عن فضل بن شعظان يقول: سمعت الرضا عليه السلام يقول لما أمر الله عز وجل في ذيل هذه الآية: وفديناه بذبح عظيم، لما قبل سبحانه وتعالى هذه الامتحان وصار ناجح: قد صدقت الرؤيا وفديناه بذبح عظيم. أتى جبرائيل مع كبش وقال: هذا في اذبح هذا الكبش في مقابل الإسماعيل. هذه الرواية في ظل هذه الآية عن الإمام الرضا عليه السلام. يقول: لما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، يعني غير هذا الأمر، تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده، وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه. ليش؟ ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده عليه بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. فأوحى الله، هذا كلام إمام الرضا عليه السلام، فأوحى الله عز وجل: يا إبراهيم، من أحب خلقي إليك؟ قال: يا رب، ما خلقت خلقا هو أحب إلي من حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام في مقابل علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فأوحى الله تعالى إليه: أفهو أحب إليك أم نفسك؟ قال: بل هو أحب إلي من نفسي. قال: فولده أحب إليك أم ولدك؟ قال: بل ولده. هنا بدأ الله سبحانه وتعالى بالنعي للحسين عليه السلام، قال: فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع قلبك، أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي. قال: يا رب، بل ذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع قلبي. قال: يا إبراهيم، فإن طائفة تزعم أنها من أمة محمد ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش، ويستوجبون بذلك سخطي. فجزع إبراهيم عليه السلام، جزع يعني البكاء بصوت عام مثل الصرخة، فجزع إبراهيم عليه السلام ويوجع قلبه وأقبل يبكي. فأوحى الله عز وجل، دققوا بهذه الرواية، هذه النقطة، مقام سيد الشهداء. أوحى الله عز وجل: يا إبراهيم، قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل، لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. وذلك إمام يقول إمام الرضا، وذلك قول الله عز وجل: وفديناه بذبح عظيم. الله ذبح العظيم هو الحسين عليه الصلاة والسلام، هذا هو حقيقة هذه الآية. أسأل الله سبحانه وتعالى شفاعته وزيارته في الدنيا بمحمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنتم شيخنا، لا بأس أن نقرأ دعاء الفرد سوية في ختام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك روعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على